بدأت وزارة الزراعة والتجارة والصناعة والتموين والصحة والتنمية المحلية إعداد آليات لبدء تطبيق القانون 70 لسنة 2009 بحظر تداول الطيور الحية بمحافظتي القاهرة والجيزة بداية من مايو المقبل، ضمن خطة للسيطرة على مرض أنفلونزا الطيور وحماية الصحة العامة والبيئة وتوفير فرص عمل جديدة. ومن المقرر الإعلان عن تشكيل لجنة فنية متخصصة من الجهات المعنية لمتابعة الخطة وتعقيد اجتماعات دورية لتقييم الإجراءات المطبقة لبدء التطبيق الفعلي وضمان تحقيق وفرة في الدواجن المبردة والمجمدة. سيادة العميد، يعني مما لا جدال فيه أن هذا القانون يصب في صالح المواطن المصري في المقام الأول، ولكن لم نسمع عن حوار مجتمعي قبل تطبيق هذا القانون، مما يعني أن المواطن المصري غير مؤهل أو مهيأ لا ثقافيا ولا حتى إعلاميا لاستقبال هذا القرار. برأيكم هل نحن جاهزون لتطبيق مثل هذا القانون على المستوى المجتمعي، وهل ستنجح الدولة فعليا في هذه الخطوة؟ موضوع الحوار المجتمعي لا شك ان هو أزمة في موضوع القوانين او علاقة المشرع بالشارع. يعني المشرع اللي هو من الشارع الحقيقة، هو مجلس الشعب اللي اختاره الشعب، يعني هو او مجلس النواب اللي اختاره انتخبه الشعب. احنا بنتحدث في قرار طبقا لرقمه 70 لسنة 2009، يعني تم اصدار القرار 2009، يعني احنا بنتكلم في 9 سنين لم يتم فيها لا حوار مجتمعي ولا استعداد السلطة التنفيذية لدراسة تبعات هذا القرار. فالحكومة الحالية يعني مضطرة تنفذه، ان هو قانون ما هي ما شرعتوش، ومن ناحية اخرى بتدفع فاتورة حكومات متعاقبة ربما كان لديها خشية من تطبيق القانون وردود افعاله، ولم يتم لا حوار مجتمعي ولا إعلام زي ما حضرتك بتقولي. وفجأة نلاقي الإعلام في يوم وليلة بدأ يفتح الملف، وبعد كده ابتدينا نتكلم على تبعات القرار. لابد أن يكون هناك جهة موجودة يبقى دورها موضوع الحوار المجتمعي، يعني جهة تنفيذية حكومية يكون دورها الحوار المجتمعي، ولابد أن احنا نتفق فيما بيننا كسلطات ثلاثة على ما هي أو ما هو الحوار المجتمعي. هل الحوار المجتمعي مع منظمات المجتمع المدني؟ هل هو مع النقابات؟ هل هو مع كل الشعب؟ هل نعتمد فيه على الإعلام؟ هل نعتمد فيه على مواقع التواصل الاجتماعي وقياس رد الفعل؟ لأن ربما قرار خاطئ أو قرار غير محسوب نتائجه يكون ليه تبعات سواء كان على الشعب أو على المواطن أو على محدود الدخل.